بعد المية. طيب انت هتيجي تقول لي اما البس الرجليه البسهم، البس الجزمه سوري بدون ايه، بدون ما البس شراب، الجلد هيعمل لك ريحه، الجلد طبيعي هيعمل لك ريحه. انا عاوز اديكوا فكره، في فرنسا اساسا، فرنسا بلد ايه؟ بلد العطور. ليه بلد العطور؟ لانها من 300 سنه ولا 200 سنه ما كانتش بتستحمى وبتدخل الميه على جسمها، فصارت ريحتهم كريهه، ولذلك حبوا يكتشفوا حاجه تطير الريحه، فطلعت العطور الباريسيه اللي هي دلوقتي احسن عطور، لانها بتغطي على اي ريحه، لانهم ما بيستحموش. لكن الحمد لله ديننا بيخليك تتوضى 5 مرات في اليوم، بيخليك تغسل رجليك 5 مرات في اليوم، وتغسل ما بين اصابيعك، بس لازم تنشف، لازم تنشف ايديك، تنشف رجليك، لازم الحاجات دي لازم تنشف، لان اي رطوبه، اي فنجس او فطريات او بكتيريا او حاجه زي كده بتظهر، بتظهر عن طريق انك انت ايه، ما عملتش تنشيف، ففي رطوبه، فالرطوبه دي هي اللي بتعمل لنا المشاكل. ده بعض حاجات اسئله، لسه برضو في اسئله تانية في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.